اتعلمت هنا كان سن 14 سنه، وتعلمت الجبال البلدي حوالي في 10 سنين يعني. وبعد كده بقيت انا صنايع يعني اشتغل على طول يعني جانب البلد. العمد والمشايخ البلاد برضو، وعندنا من الكوره كتير يعني ناس، ده في بعض رتب بيلبسوا البلد يعني، وفي مستشارين بيلبسوا بلد يعني من الجبال البلدي. اي حد يعني في اللي بيعمل بسه الجبال البلدي ممكن تكون اغلى من البدل. الجبال البلدي مريح عن الجاهز، البلدي اريح من الجاهز. ديك هدول ضيق طبعا مش هتتماشى معي مع جو نحن هنا في مصر. في مكلف وفي عاده، العاده غير المكلفه. المكلفه بتاخد وقت، لكن العاديه يعني 10 ايام مثلا. في برضه الزيري، في مثلا شورت، في مثلا الشراء غير البلدي، في بلياقه غير الجبال السعودي. تختلف عن ايه؟ عن السعودي اللي هي الشريعه مثلا. نفس الجبال البلدي ما تختفيش وتبقى مستمره، ولكن مع طول الزمن مش عارفين احنا حد يتعلم او ما يتعلمش، ما عايزين حد يتعلم. المنطقه ديت كانت مشهوره بالترزيه، الترزيه العربي بتوع الجلابيه البلدي، اللي هو الطراز القديم بتاعنا اللي ان شاء الله مش هينتهي وهيفضل ممدود برضه من جيل لجيل. المنطقه هنا كان فيها خياطين على ولا، بس كل ترزي بيتوفى الدكان بتاعه بيتغير النشاط بتاعه اي مهنه تاني. فالجلابيه بتبقى بلدي وشريعي وحاجه اسمها افرنج نص الياقه، واخد لي بالحضرتك؟ غير الجلابيه بقى يعني المكلفه اللي هي مقطن وشريط ولها تلبسه بتاعتها اسمه طج. جبال مكلفه ديت بيبقى لها تلبيسه اسمه طقم على بعضيه، يعني دي مع دي تطبع دي مع دي، حتى في القصر، حتى في العميل، حتى في الشغل، حتى كل حاجه. الكم يبقى على الكم والتجويرة على التجويرة، والوسع هنا على الوسع، تبقى طابعة اسمها التلبيسه بتاعتها طقم. الجلابيه البلدي دي رمز للصعيد كله وطراز، والطراز ده مش هينتهي لان ده تاريخ الصعيد، برمز للصعيد كله ان الجلابيه البلدي تفضل موجوده مش هتنتهي. في اللي هيكمل برضه، والطراز هيبقى موجود، والجلابيه البلدي هتبقى موجوده، والشغل البلدي بتاعنا وبتاع الصعيد واثار مصر وتاريخ مصر كله ده هيبقى موجود برضه.